الله هم نحن استوى حال كان وقران كديار دو كان هذا كان سود جان عقال إنترناشنال أري بظهر جيسا جور ولد جسور رغي ميت كا الله هم نحن استوى مرحوم عبد الناصر موسى الدهبلي أردوان سيفال حن أشح أنا كبع سن لوجود لي مجال هذا مقدسه عاصمة ذلك الصومالية وحنا ميت كان لوري جو قران كقصونا مسؤولين سقوط شراء جلها وسيرها ذي الصومالي لان حل بنا كثير سن لبعض الجلة مشرح مديح حسب معارض كودني يسياسيين كلواتر بدن وحين الدل كم مرحوم كا دش كسارين دولة الصومالية مسؤولين تكل دوان يا مدرش عسيك هاللي أيادات كرير الصومالي لان يقص عن مجال هذا مقدسه وجو باقي إن يسقى صباحان وقص قري الله بتندل كده هو يو إله سبحانه وتعالى مرحوم كا عبد الناصر الله ونحرسته قويسكي يا قرنكي يا قرابضة با الله سمريه من حقصيو إلى قبر جساو وصعيو فنتي دوا جيرين أحدن له جيسنا د نيدة والدك كفر حي يا قويسكي سبا أيام لقبنا إن ميت كين كود أركان إن كوس مرن إن برت الواس دونا إن عيلدي سي عنتها ما أنت لوسو قليه دير هاي سبحانه وتعالى هون حريستو والد سويمد معارج محافظ يوم دي سومال لانوردن أسقرن با كل بالله سومن دونا تعصيد عصمان وتعصيد أنا أدي أدب سي بي أنا أنهم هم هذن قيادي. أذكر دي بالله قصو شيء قدونا أدي أدب أنا رنتي دمانتي هذا نهيب هذا طولي استوى مالي نوقو هذا قايت هاي إلهي هون حرس سبحانه وتعالى إلهي بس إذا قدري وأن كسم رينا كوي وحاسمين إن شاء الله تعالى في آخرها رنتي إلهي سبحانه وتعالى وكشف دونا مالي المعلومات كم الحساب تهلا كل مدونا هدي الله يراده أذكر وين 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 دي بالله قصو شيء قدونا أيه قابتي هدي الله يراده. إلهي سنا سم معرفة شنا هك ورابيو هو يسكتين تعسي جارا جارسين يا يسومالي لاندا إن لله وإنا لله راجعون كل نفس دقيقة الموت وإحنا كان تعسي تيرايا لو قدر يا قويسكي يا قرابذي يا إهلذي يا والدك يا قرنك السومالي لان أو كبا حي مرحوم عبد الناصر مسد هبلة أو قعنك حقدر إن كل شيء مقالة مقدشو قراهان إربط مقالة مقدشو فهمت يدلك أو ودعي سياح مقلمة له دلك سيدي فاشة حن له رنتي لوجي استينا برضه إياه شو دلك لو في ليجي هذه أدوان وح حن هاي ما لها مركا رنتي ده دلك هل كان لوجي استي كوي على قرانك مقدشو أو شغاله إذا كم إذا عبد الناصر أقويها يا خبير هو ده وما لها هذه الشهر دولة الصومالية بتدير ما لها هو أمن جبلان هاي مركا ده وح مقطع دلك سيدي إنه هذا القرشيسن أو هيدها أمنية الصومالية دولة فشل كياي رنتي أي قيب وين كا هيد مركا وحلينا هاي رنتي إن لا إيرالية حقا هي حقوق ذا بدها تنمي ذا يو دلك نوع عصير دلك قوي إن كان لقوا بيكسنا يو هذا بنوحنا هاي أريد أن أود بس عتي مرن كي هو ذا الصومالية إن يدا أمضى حبنان قلب كي سوي بسير السوق يعدي الله حرير الصو دكا قويان كا يدك كنا ليرا دا ميل ولب وجوغان كا انا بشوي كرنتي لا سكول فان ولا سودلين او دكا نو عاس برمجيدا دا انا رنتي ديلك لو جيسنيا وحن بين حسوسين الساعه ديلك كي كنيا سغال بقول يا سغال ستيتن كي دكا ريد كا لو لاي مغالدا مقدشو تضوي افرتن كي قف لو ديلاي حبت الجزيره وعن ورغنا ديلك عبد الناصر انو رنتي لا خريرو نبتا يو حسو قاد كا لو جيستي مركا وحن نقريا قف كلا او ودنتي قضيه سومالان dadka reer Soomaaliland ee kale ee runtii magaalada ku sugan iyo Soomaaliya ku sugan waxa leenahay saddex hadal leh runtii naftooda iyo say u badbaadin lahaayeen xaq u darsadaan qorshahooda dhalinyarada reer Soomaaliland ee magaalada ku sugan waxa leenahay inaad dalkiina oo nabad ku soo noqotaan oo Soomaaliland ku soo noqotaan si aydan cadaw qacmaha ugu gelin oo runtii falalka noocaas aan la dib u dhaqmin marka aad iyo aad baan wax u nahay waan cambaareynaa dilka foosha xun leh hawshaasina waxa loo haystaa oo eedeeda leh oo mas'uuliyadda koobaad leh dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha amniga hadda ayaa laga soo dejiyay ciyaal international airport meedka walaalkeen Cabdinaasir Muuse oo lagu dilay magaalada Muqdisho waxaan ka tacsiinayaa dhamaan qoyska iyo qaraabada iyo ehelka walaalkeen Cabdinaasir Muuse meedkiisa wax lagu baari doonaa magaalada Hargeysa waxaa la wareegay qolooyinkii baadhista ayaa la wareegay meedkiisa kadibna waxaa lagu aasi doonaa magaalada Gabiley waxaan ka tacsiinayaa dhammaan qoyska iyo qaraabada si gaar ah waxaan uga tacsiinayaa xaaskiisa iyo caruurtiisaba ilaahay waxaan uga baraynaa jannatul firdaws al a'la
waxaanu ka xunnahay sida xun ee waxshinimada ah ee muqdisho walaalkeen loogu dilay. waxaan rajaynayaa insha Allah bilaahi kariim walaalkeen inuu adduunyada iyo aakhiraba labadaba cadaalad heli doono. Haddii Alla yidhaah ilaahay agtiisa cadaalad baa taalla, waxaanu leenahay maamulka Soomaaliya oo ninkaas cadaalad ha helo. isagana dad samir heerkiisii waxaan leenahay samir iyo iman Allah idinka siiyo. waxa weeyaan cadaaladna meeshaanba taallo, qaar horena waa lagu dilo waa lagu laayay. mana aaminsanay inay meesha cadaalad ka soo socotay. waxaan rajaynayaa insha Allah taa ilaahay unbay la sugin haddii ilaahay yiraahdo. naxariista jannada Allah ka waraabiyo. gacan ka gidar daran baa jidishay. waxa caddaana inaan soomaalinimada ay sheegayaan aanay jirin, inaan keliya oo ka shaqaynayay hawada ayay nabadgeli waayeen. marka waxay noo yaallo oo soomaalina la yiraahdo ma jirto. waxaa laga yaabaa kuwa fara badan oo aynaan ogeyn oo masaakiin oo ilaaliyeen inay jiraan. waxaynu dib u raaci doonaa inaynu dib u baadhno dadka naga maqan. kuwa kale ee jooga ee Cabdinaasir la mid ah meesha uu shaqo tageen waxaan leenahay security ma haysataan. inta laydin dilaa weliba laydin masabidayaa. iminka Cabdinaasir waxaa loo xidhxidhay nambad eelmaadeerka ahaayeena meesha la deganaa oo ka maqnaaba shaqada shaqo ku maqnaaba. taasina waxay caddaynaysaa cadaawadda iyo cadaalad xumada iyo maxaa ku yidhahdaa gardarada ay wadaan. Soomaaliland kuma soo noqonayso inaanay dilaan, laba ay dilaan, saddex ay dilaan, midna kusoo noqonayso. saan idinka tashanaa idinka tashanay in habeenba sidaa mid loo gowraco ama loo dilo ama loo ciijiyo waa wax masiibo ah. ilaahi wainaa ilayhi raajicuun, inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. halkan waxaan ku gudoomaynaa maanta maydkii allahu naxariisto cabdirasaaq muuse dahable oo laga keenay goobtii lagu dilay oo muqdisho ahayd. maydkaas oo aanu in badan sugaynay, waxaanu mahadnaq ballaadhan ka jeedinaynaa cid kasta oo ka soo shaqaysay inuu maydku gacanteeda soo galo oo dhulkiisa lagu aaso. dhammaan cid kasta oo halkaa joogtay oo hawsha ka qayb qaadatay, mahadnaq ballaadhan baanu jeedinaynaa. maydka iyo hawshiisa waa la geli doonaa, waa la aasi doonaa. kullu nafsi daa'iqatu lmowt. maydkaasi wuxuu iminka leeyahay oo keliya waa in la aaso iyo baadhitaan loo sameeyo wixii dilay. qolada muqdishaad waxaanu mar labaad ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa in aanay dhammaanin hawshii cabdirasaaq muuse dahable ee ay harsan tahay inay soo taagaan maxkamad sharciya ciddii ka dambaysay dilkiisa ee u geysatay jirdilka iyo ciddii ka qayb qaadatay cid kasta oo arrintaa ku lug lahayd.